أسعد الله مساكم بكل خير ونبيكم إلى هذا العرض الإخباري والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك محمد السادس سيقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجمهورية الفرنسية. الفين وخمسة عشر هي سنة نموذجية بالنسبة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقليم أوسر. وفي الرياضة، فريق وداد أسمارة يواصل تألقه في بطولة هذا الموسم في رياضة كرة اليد. أهلا بكم من جديد. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجمهورية الفرنسية، وخلال هذه الزيارة سيجري جلالة الملك بقصر الإليزي محادثات مع سيد فرانسوا أولوند رئيس الجمهورية الفرنسية. وبهذه المناسبة سيقوم جلالة الملك بزيارة لمعهد العالمي العربي، حيث سيقدم لجلالته مشروع المركز الثقافي المغربي الذي سيتم تشييده مستقبلا بباريس. وخلال مقامه بفرنسا سيزور جلالة الملك أيضا قنصلية المملكة للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها تفعيلا للتعليمات الملكية السامية التي أصدرها جلالته في خطاب العرش بهدف تحسين الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج. في موضوع قضية الصحراء، جددت كازاخستان دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، وصفة إياها بالجدية وذات المصداقية من أجل إيجاد تسوية سلمية لهذه القضية. جاء ذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية بالمغرب وكازاخستان اليوم الاثنين بالرباط، والتي عبر خلالها الجانب الكازاخستاني عن دعمه للجهود والمساعي التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء للتوصل لحل سياسي متوافق عليه لهذه القضية. في أخبار مجالس المنتخبة، عقدت الجماعة الحضرية لإسمارة دورتها العادية لشهر فبراير. الدورة تم التداول خلالها في 7 نقاط تهم فائض الميزانية لسنة 2015، إضافة إلى نقاط أخرى نتعرف عليها في ربورتاج سلك رحال ومبارك الباز. أمجت فائض ميزانية السنة المالية 2015 وتحويل اعتمادات مالية من فصول أخرى نقطتان ضمن 7 تمت برمجتها ضمن جدول أعمال دورة فبراير العادية للمجلس البلدي لإسمارة، كما تم رفع ملتمسات إلى عدة جهات من أجل توفير مناصب شغل لأبناء الإقليم والانكباب على خلق مشاريع فلاحية مهمة بإقليم إسمارة. أهم نقطة كانت جدول الأعمال هي نقطة ديال وكالة المداخل، اللي راكم عارفين أي جماعة ما يمكن لها تمشي القدام إلا ما كانت عندها مداخل كبيرة من حيث الاستثمارات، وهذه النقطة إن شاء الله لا يكون فيها الجديد مستقبلا ولنكب عليها نحن كمجلس مستقبلا إن شاء الله. ركزنا على تقديم ملتمسات من حيث التشغيل، وقدمنا ملتمس اللي هو آني ومستعجل إلى السيد المدير دو سي بي بتخصيص قوطة خاصة لإقليم إسمارة خصوصا في هذه العملية التالية. كذلك قدمنا واحد ملتمس إلى وزير الفلاحة من أجل تخصيص نسبة مهمة من المشاريع اللي كيضمها البرنامج الرائد اللي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في زيارته الأخيرة للمناطق الجنوبية. الدورة عقدت وسط أجواء انسحاب أعضاء من معارضة المجلس لدواع أجملها أحد الأعضاء في ضرورة التداول حول فائض الميزانية السنة المالية 2015. احنا بقوة القانون بقوة الدستور من حقنا نشاركه، لأن هذا مال العام ومن حقنا نبدو برأينا فيه، لأن هو المقترح كان مقترح اللجنة المالية كما قرأت هي الميزانية، احنا عندنا قراءات أخرى بغينا نتداولوا ونطرحوا آراء ديالنا، لأن بمنطق القانون لأن اللجنة تعرض على أنظار المجلس للتداول ثم التصويت. احنا ما عطانا ما حقنا باش نتداولوا ونشاركوا، ما خلقنا، وهذه مادة في القانون المنظم للجماعات الترابية.
وقد تم التداول كذلك خلال هذه الدورة في أنشطة بعض الأقسام والمصالح الخاصة بالبلدية، وخصوصا وكالة المداخيل وأنشطة المكتب الصحي البلدي. في شأن تربوي وبقليميم وبالضبط بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جرت اليوم مراسيم تنصيب السيد عبد الله بو عرفة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قليميم ودنون، ذلك في إطار التقطيع الترابي الجديد لجهة المملكة. الحفل تقدمه لجهة قليميم ودنون وعدد من المنتخبين والمسؤولين والأطر التربوية. وكان السيد عبد الله أبو عرفة قد شغل سابقا مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قليميم أسمارة. سيدة السادة أطر الأكاديمية والنيابة التابعة لها، أعزائي شان التنموي، شكلت سنة 2015 سنة نموذجية بالنسبة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقليم أو سرد، وذلك من خلال المصادقة على 62 مشروعا مديرا للدخل همت جملة من القطاعات الحيوية فاقت قيمتها المالية 7.2 مليون درهم. الربورتاج التالي يرصد لحصيلة المبادرة بإقليم أو سرد برسم السنة الماضية، والمزيد رفقة كارد ليمي محمد يداس. عرفت حصيلة منجزات المبادرة الوطنية لتنمية البشرية بإقليم أو سرد برسم سنة 2015 إنجاز 62 مشروعا مدرا للدخل وعملية تنموية همت مختلف القطاعات، فيما كان لقطاع الفلاحة ناصب الأسد من هذه المشاريع نظرا لطبيعة المنطقة. هذه المشاريع البارقة 62 مشروع توزعت على الشكل التالي، كانت 49 مشروع بطبيعة الحال هي مشاريع فلاحية نظرا لطبيعة الإقليم الذي يعني هي منطقة رعوية بامتياز، منها 6 مشاريع تخص قطاع تربية الماشية الأغنام خاصة، و43 مشروع يخص تربية الإبل. الآن يمكن لنا الحديث على أن هذه المشاريع هي الآن يعني في طور النهاية، يعني تمت المعاينة، توصل جل يعني المعنيين بالأمر بمستحقاتهم، يعني الدفعة بالنسبة للشطر الأول والشطر الثاني من 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 مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم أو سرد أعطى ديناميكية جديدة للمجتمع على مستوى الجمعوي وعلى مستوى الاقتصاد الاجتماعي وعلى مستوى البنية التحتية. والله العظيم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاءت لفك مجموعة من المسائل اللي كنا احنا كنعانوا منها من هذا الدعم هذا الحمد لله، واللي ولينا شركاء مع الدولة، لنا شركاء ودرنا واحد بصفتنا احنا كجمعية رياضية كتهتم بالمسائل الرياضية، درنا واحد الوحدة المتنقلة سميت المشروع الوحدة المتنقلة من بين وسرد والمهيريز، واللي عرفت نجاح كبير واللي ساهمت فيها الساكنة بشكل كبير بالمشاركة ديالهم، واللي خلفت واحد ردود في نفوس الأطفال وفك العزلة ديالهم في هذه المناطق النائية، لا من ناحية وسرد لا من ناحية المهيريز. أزيد من 10 سنوات من مشروعي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 10 سنوات من التنمية والعطاء والجهود المبذولة على كافة الأصعدة والبرامج، حصيلة إيجابية على كافة الأصعدة بالنسبة لكافة المستفيدين. تنمويا كذلك، كلفة مالية هامة تم تخصيصها لإصلاح وتهيئة وتوسعة عدد من المرافق بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بالمهدي بالعيون، حرصا من الوزارة الوصية على تحسين خدمات هذا المرفق الصحي وضمان استفادة المرضى من حقوقهم الصحية في أجواء جيدة. ربورتاج في الموضوع لمحمد المصطفى خيا ومحمد مولود من لا يخاف. هو المستشفى الجهوي مولاي الحسن بالمهدي بالعيون في حلته الجديدة بعد مشروع الإصلاح والتهيئة الذي شمله مؤخرا أقسام الطب العام والولادة والجراحة، شملتها العملية فبت بإمكانها الأقسام أن تستقبل أكبر عدد من المرضى وفي ظروف جيدة تراعي حاجياتهم داخل المستشفى. غرف بمواصفات عالية بات يتوفر عليها هذا المستشفى مجهزة بأحدث التجهيزات في مشروع هام رصدت له الوزارة الوصية والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالعيون وإدارة مستشفى مولاي الحسن بالمهدي كلفة مالية تقدر ب8 ملايين درهم، شملت البناء وإعادة الهيكلة والتجهيز.
مصلحة الولادة اللي كانت تتوفر على 36 سرير أصبحت تتوفر الآن على 46 سرير، يعني الطاقة الاستيعابية ديالها ترفعات ب 10 أسرة. كما تم كذلك تجهيزها بأحدى التجهيزات، وإضافة إلى هذا أنسنتها يعني الإنسان ولا الظروف حسنة. وهناك مصلحة الطب العام التي تم تحديثها كذلك وإعادة هيكلتها وأنسنتها. وإضافة إلى هذا هناك مصلحة الجراحة تهي تم تهيئة ديالها، وتم فصل المصلحة ديال العظام على المصالح الجراحية الأخرى. التغييرات اللي وقعت في هذا المستشفى بكل مصلحة مسائلها التامة، بالتجهيزات التامة، بالأسرة التامة، وما كاين مسألة ما تغيرت في هذا المستشفى. ولكن المطلوب من المواطن أنه يحافظ على هذا الشيء اللي أعدله، هذا قلناه مرات ونعلوه مرات. وبعد مشروع تهيئة وإصلاح وتوسعة عديد المرافق داخل مستشفى مولاي الحسن بالمهدي بالعيون، بات بإمكان المرضى المستفيدين من خدمات هذا المرفق الصحي الاستفادة من خدماته في أجواء ممتازة وبإشراف طاقم طبي كبير، وضع جعل هؤلاء المرضى يثمنون هذه المبادرة وما لها من إنعكاسات إيجابية على نفوسهم. الحمد لله سبيطار بالمهدي ولا مزيان حسن من كيكا، العناية خاصة نلقى ما شاء الله كل شيء مزيان. احنا خويا من الساكنة ديال مدينة السمارة خويا، وجينا هنا للمستشفى ديال بالمهدي مدينة العيون، والحمد لله داك الشيء داز هو هذاك الحمد لله، ولقينا السيرفيس نقي وكل شيء الحمد لله هو هذاك، والصالة نقية وكل شيء نقي. مزيان خويا مزيان، درت تحاليل داروا لي الدواء، دروك غادي ندير العملية دروكا ومزيان، غادي الحالة مزيان ندروك. السبيطار ولا منقي ولا منقي؟ مزيان، ما فيه حتى شي حاجة ديال نسمو، كل شيء زين. وشمل هذا المشروع أيضا بناء وتجهيز هذا الفضاء التابع لمصلحة الولادة بذات المستشفى، في مبادرة تروم توفير الظروف الملائمة لقاصدي هذه المصلحة، وكذا تجهيز المساحات الخضراء. في أخبار الوقفات الاحتجاجية، ومن أجل تلبية مطالبهم خاض مؤخرا بجليمين مستخدمو عمال إحدى شركات النظافة وقفة احتجاجية، ذلك من أجل حث الجهات المعنية لتسوية العديد من المطالب التي يتضمنها ملفهم المطلبي، والتي يتصدرها مطلب صرف الأجور الخاصة ببعض الأشهر وإرجاع بعض العمال المطرودين. وقفة دعت إليها إطارات نقابية تتبنى مطالب ونضالات هذه الفئة من العمال والمستخدمين. شرقي مدينة الجليميم ب12 كيلومترا تمتد واحة تغمرت التابعة للنفوذ الترابي لجماعة أسرير القروية، قرية تشتهر بواحات نخيلها وأنشطتها الفلاحية التي تأثرت خلال هذه الفترة نتيجة لتداعيات الموسم الجاف. ريبورتاج حافظ محضار ودحمان بعيريس. منطقة تغمرت بجماعة أسرير القروية واحدة من أجمل واحات النخيل بجنوب المملكة، امتداد واحي ومؤهلات طبيعية جعل من المنطقة من أهم وجهات الجذب السياحي بجهة جليميم ودنونة، قرية تحتضن مجموعة من الأنشطة الفلاحية، وهو ما يشكل عاملا مساعدا على استقرار الساكنة بهذا الوسط القروي. تغمرت أرض فلاحية وعايشين فيها جدودنا، وفيها ساقية ديال الماء، وكانوا الناس يفلحوا فيها الطمار وفيها النخال وفيها اللفت وفيها، يعني الناس كانت عايشه في هذه المنطقه هذه ياك فهمت، وكانوا يجوا الناس من برا الرحاله وياكلوا هنا ويشربوا هنا تيان ويجمعوا الطمار، وناس تغمرت اهلها ناس قرامه. صعوبه سنه الفلاحية هذا الموسم بسبب شح التساقطات المطريه اثر على مردوديه القريه وانشطتها الفلاحيه، وهو ما يقلق راحة ممتهني هذه الأنشطة الزراعية والرعوية بالمنطقة. هذا العام هذا قلت السحاب وضرت الناس ياسر من قلت السحاب اللي عندها الحية واللي معتمدة على الزراعة ملي، والحبوب ملي ما هي خالقة، ونطلبون الله يجب رحمة الرحمة هذا العام.
منطقة وحيا حباها الله بمؤهلات طبيعية وسياحية متميزة تعين خلال هذه الفترة تحت وطأة تأثيرات الجفاف الذي يتهدد العديد من أنشطة السكان الاقتصادية بهذه القرية. الخبر الرياضي: يواصل فريق وداد سمارة تألقه في بطولة هذا الموسم بعد أن أكرم وفدة المطارد المباشر فريق رجاء أكادير برسم الدورة الأخيرة من مرحلة الذهاب. المقابلة دارت أطوارها بالقاعة المغطاة وتبع فصولها جمهور غفير. عمر ميارة ومبارك الباز والربورتاج التالي. عاد فريق وداد السمارة بعد فترة توقف بطولة كرة اليد بقوة في أول ظهور لها ليواصل سلسلة النتائج الإيجابية، وهذه المرة في أقوى مباراة ضمن المرحلة. فريق رجاء أكادير المطارد المباشر والقادم بتشكيلته الكاملة، مباراة انطلقت بالحيطة والحذر من كلا الجانبين وبوتيرة هدف لهدف خلال الدقائق الأولى، غير أن أصدقاء رشيد الحامد سعوا بكل جدية للتحكم في زمام المباراة، مسعى سيتحقق مع توالي الدقائق، وتمكنوا من التقدم في النتيجة حتى نهاية الفصل الأول من هذا النزال. جولة المدربين هي اختبار لإطارين تقنيين تونسيين كل منهما على طرفي المباراة تجمعهما مدينة سمارة في هذا اللقاء القوي، ليتفوق محمد المسعودي بحنكته التي ترجمها لاعبوه على رقعة الملعب، حيث واصلت عناصر الوداد سيطرة على أطوار الجولة الثانية، فيما عناصر رجاء أكادير حاولت مجاراة أطوار الجولة، مهمة بدت صعبة مع مرور الوقت الذي وجده مدرب الوداد فرصة لإقحام العناصر الشابة للفريق والتي تألقت بدورها في هذا النزال الذي انتهى بفارق 9 نقاط كاملة. الحمد لله مقابلة تعدت صعبة شوي، فريق معناها ممتاز، تبقى باش تقعد لنا معناها 5 ماتشات في الذهاب اللي يكونوا ان شاء الله معناها ماهمش مقابلات سهلين، مي ماهمش زادة مقابلات صعاب، ان شاء الله باذن الله باش نكملوا ونحضروا المرحلة اللي المبرمجة. الحمد لله اليوم نستغلين المباراة، كنا في تركيز تام، كنا في يعني كنا قدمنا ذاك الشيء المطلوب منا، وهذا الشيء اللي كان كيبرهن يعني أنا هذا العام إن شاء الله غندافعوا على اللقبين إن شاء الله ونكون إن شاء الله قدوة إن شاء الله. المقابلة كانت بندية اللي قوية، كان شوية ضر لنا شوية تعب ديال الطريق وذاك الشيء علاش كان لعب عليا وشوية في دوزيام ميطون، مي الحمد لله. ونحن لقينا شوية مشاكل، برشا مشاكل في الدفاع. دونك لقينا برشا مشاكل في الدفاع اللي هو سكي سور عندنا زوز لاعبين معناها مضروبين اللي هو مهدي مايس وحسن اللي هما يلعبوا في البوست اللي هو البوست سنترال تروا با التالي، دونك لقينا برشا مشكل، كانوا يعاونونا برشا، دونك لقينا برشا مشكل في او نيفو ديفونس. عودة قوية لممثل كرة اليد الصحراوية وإنهاء فصل الذهاب على رأس المجموعة، مؤشر قوي على أن فريق الوداد يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق إنجاز الموسم الماضي بحيازة اللقبين الكأس والبطولة معا. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم عثمان والإبراهيم والحميمي عن سن يناهز 69 سنة، المرحوم ينتمي لقبيلة الشرفاء الأدارسة أهل طالب منصور. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة مبريكة الغزوات من تيارة عن سن تناهز 90 سنة، المرحومة تنتمي لقبيلة أيتوسة. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وسكنهما فسيح جنات وألهم ذويهما الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في قراءة لمحمد نوار، لنتابع. نستهل قراءتنا بجديد الصحف من صحيفة الأحداث المغربية، وكتبت: اعتبر الكاتب الصحفي الفرنسي نيكولا بخافغي في مقال نشر اليوم الاثنين بصحيفة لوفيغارو إن الجزائر توجد اليوم في مفترق طرق بين الإصلاح الجذري أو الانفجار، مضيفا إن المراجعة الدستورية الأخيرة في هذا البلد ليست سوى مناورة لتشتيت الانتباه. وأكد الكاتب الصحفي الفرنسي إن الجزائر تواجه معضلة كبيرة إذ يقوم اقتصادها على دولة الرفاه على النمط الأوروبي ويرتكز على هياكل مترهلة، مضيفا أن المجتمع الجزائري يوجد على شفا حرب أهلية إذ عمقت الدكتاتورية العسكرية انعدام الثقة في النظام وآلته القمعية التي تزرع الرعب. وأضافت لوفيغارو بحسب ما جاء في الأحداث المغربية إن القيادة
القيام بإصلاحات عميقة تتيح انفتاح الاقتصاد وتحريره وحده الكفيل بتجنب إفلاس حتمي في أفق سنتين، أي مع نضوب الاحتياطي من النقد. وأكد الكاتب الصحفي الفرنسي أن السلطة الحاكمة في الجزائر هشة جدا لكي تستطيع القيام بالتغييرات الضرورية، مذكرا بأن هذا البلد يدين باستقراره الوهمي منذ سنوات السبعينات إلى ريع المحروقات الذي تم تبديره. صحيفة هيسبريس كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: دعا محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري إلى إعادة فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر المغلقة منذ سنة 1994، مؤكدا على ضرورة المصالحة بين بلاده ودول شمال إفريقيا بما فيها المغرب. وشدد بلعباس خلال لقاء عقده حزبه أمس السبت بالعاصمة الجزائرية بمناسبة الذكرى 27 على تأسيسه على ضرورة تقوية العلاقات الجزائرية مع دول الجوار، مؤكدا أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر من شأنه أن يقوي الاقتصاد الجزائري. ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن بلعباس قوله إن الأطراف التي تقف ضد هذا المصير عندنا أو عند جيراننا هم أولئك الذين يستفيدون من العزلة للنهب ومصادرات القدرات الوطنية، كما حذر من انهيار نظام بوتفليقة. وارتباطا دائما بجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء، كتبت يومية الصباح: كشفت مصادر متطابقة أن أبحاثا تجريها الأجهزة الأمنية بخصوص تهريب الهواتف المحمولة عبر موريتانيا. وذكرت الصباح أنه تم اكتشاف العقل المدبر لعمليات التهريب عبر المعبر الحدودي القرقرات، وأشارت المصادر إلى أن المشتبه فيه يرتبط بعلاقات مع مجموعة من التجار الذين يروجون الهواتف بالمغرب. يومية رسالة الأمة كتبت في عددها الصادر يوم غدين الثلاثاء: من المنتظر أن يشارك الوزير الأول لإسبانيا الأسبق خوسي لويس زاباتيرو بالمغرب للمشاركة في المنتدى البرلماني الذي سيعقد بالرباط. وذكرت رسالة الأمة بأن المنتدى، وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية إيفي، سينظم يومي 19 و20 فبراير الجاري، وسيتمحور موضوعه حول العدالة الاجتماعية. صحيفة الأخبار كتبت في عددها الصادر يوم غدين الثلاثاء: كشف مصدر جيد الاطلاع أن حرس الحدود الجزائري أطلق يوم الجمعة الأخير الذخيرة الحية على مواطنين مغاربة في الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر. وكشفت الأخبار في باقي تفاصيل الخبر أن مغربيا لقي حتفه على الفور، فيما أصيب الآخر بجروح متفاوتة الخطورة. ومن يومية المساء نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غدين الثلاثاء، وجاء فيها: تستعد مدينة الدار البيضاء لاحتضان فعاليات الملتقى الإفريقي الثاني للتشغيل في أبريل المقبل في ظل ظرفية اقتصادية اعتبرها المنظمون جد هامة لتحقيق النمو بالقارة السمراء. ويعتبر الملتقى العالمي الإفريقي للتشغيل حسب ما قاله المنظمون بحسب ما جاء في المساء فرصة سانحة لخلق فضاء للتواصل المباشر يجمع أرباب العمل بحاملي الشهادات والأطر من ذوي الخبرة العالية، وذلك إسهاما في إدماجهم في سوق الشغل سواء بالمغرب أو على مستوى القارة الإفريقية. صور نهاية النشر اخترناها لكم من منطقة الحمادة بالنفوذ الترابي لإقليمي أزداك، صور بعدسة محمود شراكي وتوضيب لخالد تريكزي.
والآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بالتوقعات المرتقبة اليوم غد في حالة الطقس، حيث يرتقب أن تمر بعض السحب المنخفضة قرب السواحل. فيما يخص درجات الحرارة ستتراوح ما بين 16 درجة بالرباط، 19 درجة بالطاطا، 20 درجة بكليميم وطنطان وطرفايا، 21 درجة بالعيون بزاك وبكرة، 19 درجة بأسا، 21 درجة ببوجدور، 20 درجة بسمارة. عشرين درجة بكل من الداخلة وقلت الزمور، 22 درجة بمضريقة وأوسرد، 24 درجة بالكويرة. حالة البحر بالواجهات الأطلسية، سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وطرفايا، وقليل الهيجان إلى هائج من طرفايا إلى الكويرة. شروق الشمس بالعيون سيكون بحولها على الساعة 7 صباحا و33 دقيقة، وغروب على الساعة 6 مساء و41 دقيقة. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 26 درجة بنواذيب، 22 درجة بزورات، 25 درجة بأطار، 31 درجة بنواكشوط، 33 درجة بكي هيدي، 35 درجة بباماكو، 23 درجة بتودني، و20 درجة بتندوف. وإلى التذكير بالعناوين: جلالة الملك محمد السادس سيقوم بزيارة عمل وصداقة للجمهورية الفرنسية. وسنة 2015 هي سنة نموذجية بالنسبة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم أوسرد. وفي الرياضة، فريق وداد السمارة يواصل تألقه في بطولة هذا الموسم في رياضة كرة اليد. وقبل الختام، يمكنكم مشاهدة نشرة أخبار قناة العيون على موقعنا على الإنترنت snrtip.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخلة الجهويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية كوكاس.com، كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار الجديدة البرامج عبر الهواتف الذكية، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. وغدا تلتقون معي عادة لهذه النشرة على قناة المغربية. شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.